ما هو مش طبيعي بقى ان انت طول عمرك بتستخدم برفيوم وانت ما تعرفش معلومه زي دي، ما تعرفش ان حد بيستخدم برفيوم مهما كان ثباته مهما كان فواحانه، اذا كان اوريجينال او تركيب حاسه الشم عندك بعد فتره من استخدام البرفيوم بتاخد عليه وما بتشموش، واللي حواليك بس هم اللي بيشموه. طب ده بقى بيحصل معانا ليه؟ لان من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا ان حاسه الشم عندنا بتاخد على الروائح اللي حواليك. نفترض مثلا انت قاعد في مكان وشام ريحه البرفيوم بتاعك وشام ريحه برفيوم صاحبك وشام ريحه المعطر، لا قدر الله حصل حاجه زي حريق او تسريب في غاز، هل حاسه الشم عندك تقدر تميزها وهي شم الروائح دي كلها؟ لا طبعا. ان احنا حاسه الشم عندنا لما بتشم حاجه لفتره طويله وبتحس ان مفيش منها مشكله وانت بيحصلش منك رد فعل تلقائي بتاخد عليها. عرفت بقى ان انت مشكله كانت فيك مش في المكان اللي كنت بتشتري منه؟ بس خلي بالك في فرق بين ان انت البرفيوم مراخيرك خدت عليه وان البرفيوم ما بيثبتش على الهدوم، ودي بقى هعرفك الفرق ما بينهم بس في فيديو تاني واعرفك اذا كان البرفيوم معاك الكواليتي اللي معمول بيه البرفيوم كويس ولا لا. ولو انت مهتم بمجال العطور ما تنساش تعمل فولو عشان ما فيش حاجه تفوتك.